السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط اندرويد بتقدم لكم في الفيديو ده شرح عمل سوفت وير للتاب جالاكسي تاب اي تي 561. كل الادوات المستخدمة في الشرح هتلاقوها اسفل الفيديو ان شاء الله، السوفت في رابط لوحده وبرنامج الاودن في رابط لوحده. بعد تحميل السوفت وفك الضغط عنه زي ما احنا شايفين في الفيديو، هنشغل برنامج الاودن. ومن خانة الاي بي هنختار مكان السوفت. هنستنى لحظات لحد ما البرنامج يحمل السوفت. دلوقتي هنروح للتاب، نضغط على زرار خفض الصوت وزرار الباور وزرار الهوم التلاتة مع بعض. لحد ما تظهر الشاشة اللي قدامنا دي هنشيل ايدينا من على التلات زرار ونضغط على زرار رفع الصوت مرة واحدة. اول ما تظهر الشاشة ديت هنوصل لل USB. هتظهر في البرنامج العلامة دي، ده معناه ان الاودن اتعرف على التاب. بنضغط ستارت علشان يبدأ الاودن في تحميل السوفت للتاب. بمجرد ما التاب يعمل إعادة تشغيل لوحده كده السوفت خلص. في مشكلة هنا في التاب ده، كان جايلي وهو واقف على الشعار، قعدت حوالي نص ساعة بعد السوفت ولسه برضك واقف على الشعار، اضطريت ان انا اعمل له إعادة ضبط المصنع وبعدها اشتغل طبيعي زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديو. هتصبر على التاب شوية، لو لا قدر الله واقف على شعار برضك هتضطر تعمل له إعادة ضبط مصنع وان شاء الله هيفتح معاك بشكل طبيعي. طريقة ضبط المصنع للتاب، هتضغط على زرار الهوم وزرار رفع الصوت وزرار البار التلاتة مع بعض سواء التاب كان مطفي او كان واقف على الشعار زي ما احنا شايفين. بمجرد ما التاب يطفي او الشعار بتاع الجالاكسي تاب اي يظهر، تشيل ايدك من على زرار الباور وتفضل ضغط على زرار الهوم وزرار رفع الصوت. بمجرد ما شعار الاندرويد يظهر هتشيل ايدك من على الزراير كلها
وتنزل على الاختيار ده بزرار خفض الصوت، وبعدين تضغط زرار الباور للاختيار وتنزل على يس او الاختيار اللي هنشوفه قدامنا ده، وبعدين تضغط باور للاختيار. بعد ما يخلص هنضغط على زرار باور علشان التاب يعمل إعادة تشغيل وتم عند ضبط المصنع بنجاح إن شاء الله.